صيف صح. صيف نحكيه على الكبش يدور على قناة حنا بعل اللي كان قبل عيد الأضحى. برنامج كان ملول مع مريم بن عمو اللي نحيوها برشا. خليت عليك بلاصة ساعة على الأخر ومخيبها بلاصة مريم ومخيبها الكبش يدور بلاش مريم ولا بالحق. خليت بلاصة مريم أنا قاعدة نخدم ومتقلقة ديما نقول مصاب مريم حذية مصاب مريم بجنبي ناخذ ونعطي ونتعارك ونتلاكشو ونصبوا على بعضنا الماء ميسالش معلك الجو ذاك الكل متاع التورناج محلاه. ونتصور مريم توحشت الامبيونس متاع التورناج وجو التورناج على خاطر فما حاجات ما يشوفوهاش في الكاميرا معناها فما حاجات ما بينوهاش قدام الكاميرا اكزومبل صابت الماء اللي صبيناها على مريم لعبت الكل بيتين يا وشوش عملت شوش عملت برشا بوليميك احنا في اللي تورناج حتى تو ديما نصبوا على بعضنا الماء باش نبردوا سخونه الدنيا معناها نموتوا بسخانه تلقانا نصبوا على بعضنا الماء ونعاودوا فهمت دونك مسلسل بالحكايه خليت بلاصتها مريم بن عمو الحقيقه وحتى يمكن كانت مرات حتىك شويه ماكش كل يوم تخرج على الاخر كنت نهار بنهار انا ومريم نهار تخرج مريم نهار نخرج انا تلفزيون نلقى وقت نهار باش نعمل تتنفس شويه توا لي على بعضه 10 ايام ورا بعضهم وعشرة بعضه وعشرة يم دي بلاسمونات وتمشي بلايس بعاد هاي القصرين هاو ريف بنزارت هاو معناه فهمت ندخل لك الدغارر ندخل لك التريكن بس نلقى الناس اليوم اللي تتحق أنو نمدلها ولا نعطيها كبش واللي هي مسؤولية كبيرة انك تعطي علوش عيد للشخص اللي يستحق على خطر مسؤولية كبيرة خاف تعطي حد ماهوش مستحق وكمان ياخو منك فما منه موجود منه هذا من فما مرة فرحتني جيت نعطيها كبش قلت لي راهو فما شكون باش يجيب لي كبش محلاه قلت لي يعطيك صحة محلاها قلت لي انا ما نحبش نكذب عليك فما شكون باش يجيب لي كبش وقلت لي راهو عندي كريديت الناس اللي عطاتني باش نمد عطيتها باش تخلص كريديتها قلت لها خلي الكبش يمشي للناس الاخرين والله يا محليهم الناس اللي كيما هكا مشكل بدا مترك العلوش ورا الباب هذوما الناس الشبعانين الناس اللي قلوبهم كبيرة ويحبوا يعطيوا للناس الاخرين هذوكم الناس اللي يفركشوا عليهم ما همش كرشهم كبير اكزاكتومون مريم كلمتك قالت لك مبروك على البرنامج فعلت معاك تبعث لي ديما على الميسنجر محلي جو تورناجيت تبعث جو تورناجيت محلي جوكم ولو اني خممت لو باش نمشي نعمل حلقة انا ومريم كيفاش معناها ما خممتش نمشي لمريم على غفلة وين مش 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 السعودية؟ اللي هي خطر قبل العيد بالنهار روحت. خممت في قبل العيد بالنهار بس نمشي على غفلة دار مريم في بالهاش ما في بالها دقدق الباب نقول لها اخرج اخدم على روحك زيك من القاعدة. ما صحتش الحكاية في الاخر خاطر ليلة عيد وما عادش بكري ليلة العيد لازم نعدي ايميسيون وقتها باش تمنتج وقتها باش توصل دونك فما برشا حاجات خلوني ما نعملهاش. رانا نرجعوا لايام زمان قول الو. هلا حط الكاسك وقول الو الو شكون الو قول الو خلينا نشوف شكون باش يكلمك ترى ترى الو الو لالا مريومه هاي جيتك هي دقت عليك الباب يا مريومه كنت انا باش نجيك معناها في بالك تو قلت لهم كنت نعمل مريم سوربريز باش نمشي لها ليلة العيد جيت وشعري مكافس وحاجتك مسكينة تخبط في روحها مريم بن عم ونحب نرحب بيك ساعة مرحبا بيك ليك وحشة شحوالك يا مريومة يعيشك وينك ساعة انت وين هاي تو والله ما نعرف انت في تونس ولا في السعودية والله في تونس في تونس والله ما صبعيت لك يا مريم وجيت بحثينا في باليش بيك اللي انت في تونس ربي فضلك يعيشك يا مريومة نقول لك حاجة مريم ديما تقولي الرفماج هي اللي تقرب لي من تونس الرفماج هي اللي تخليني نعرف أخبار تونس ما تفلتهاش رفماج الحمد لله معنى تحكي لي على تفاصيلها أكثر من اللي أنا نعرفه معنى الحمد لله حاجة ما تنجم بالتفاصيل المملة مش لا والله حاجة ما تنجم كانت تفرحنا مريم احكي لي تتفرج في برنامج هيلا هيلا قالت لك خليت عليا بلاصة كبيرة توحشت مريم فراغ كبير أنا من بين بعد عائلتي هيلا والقصة والكبش يدور وحنا بعد عائلتي أنا كانت عائلتي فين حنا بعد بالأخص هيلا أنا نعدي وقت مع هيلا مع الكيب أكثر من نعدي مع عائلتي شفتو في رمضان وبريود العيد الكبير كنا ياسر مع بعضنا كنا نعديه ساعات أكثر من 24 ساعة وإحنا في الكيس مع بعضنا يمكن ما قلت لها مرة نتلكش ومرة نفحكو مرة نسيبو الماء مرة نعملو حكايات لبعضنا كنا أمبيونس كبيرة خليت ياسر بلاصة عليا
كان هاي ارجع ارجع صايب عليك ارجع مع هيلا. الخبزة الخبزة مرة الخبزة مرة. ما هيش سهلة مريم انك تخلي يمكن خلينا نقول زون دو كونفور نتاعك. سورتو مريم راهو سورتو مريم مش سهلة سورتو مريم نعرفها معناها مريم اي سيدي قبل ما تمشي للسعودية تعاركت انا وياها. علاش تعاركنا؟ علاش؟ ما تحبش تشوف حد، ما تحب تقابل حد مسكينة. احنا ما تحبش تقابلنا قلبها يوجع ميم با تحب تعديلي للدار وميم با ما تحبش تشوفنا مش سهلة. بعد روحها عاملة حاجة للروحة ما تحبش تقابل العباد اللي تحبهم تحب تكسح قلبها عرفت والله كما نحكي لك والله تمشي معي حتى في المطار لأمي حتى حد حتى حد يمشي معي ومن حتى حد يبكي إلا البكية باش تبدا تبكي هي مشكلة كبيرة حتى حد يبكي لي مش سهلة الغربة راهي مش سهلة انك تبعد على عائلتك وتبعد على ناسك الحقيقة هي قيدة بقاش وبعد حلت غريدة في المطار كهو كما قالت كما قالت هيلا مريم الخبزة والعائلة والمصلحة ومصلحة صغيرك زيدا كيف كيف وصغارك دونك ذيك اللي كيت وإن شاء الله ربي يرد غربتكم إن شاء الله ترجعوا على قريب تونس. مش نقولك على حاجة مريم مش نقول على حاجة في رمضان في رمضان تلمو عنا ضغط بتاع خدمة نكلموا سيد المدير العام سيد زهير القمري نقولوا له رانا راك بتخرب لنا بيوتنا رانا باش نطلقوا رانا باش نكملوا رمضان انا ومريم مطلقي شوف لنا حل سيي معناها ما عادش تلقى وقت لدارك ما عادش تتنفس الرجال ما غادي نغنغوا علينا راه مريم نغنغ عليها راجل وانا راجلي نغنغ عليا بيان سور تبدا نهار كامل سي ترو معناها فهمت غير نحكي لك على الضغط اللي يصير علينا في رمضان برمي هذوما الكواليس اللي قاعدين يصيروا في لي تورناج معناها في الاخر ما تعرفش يا مريم راه كل شيء كيفاش ربي يكتبه ما تعرفش عليه بالك شي ترجع على قريب وترجع ويرجع كبش يدور وترجع القفة اللي باش نحكيو عليها من بعد من هيلا رغم الصعوبات الكل اللي فما اللي معروفه فما اللي غير معروفه هيلا عملت حلقات رائعة أنا نتبعها الوقت ما كانش بالضبط كما وقتي نتبعها اليوتيوب نحط الحلقات ونكلم هيلا ونقول نتفرج في حلقة زهوي نتفرج في حلقة جيب يعطيكم الصحة رغم راهو كل عام في القصة ولا في الشيء يدور ظروف اجتماعية قاعدة تصعب والناس ما عادش تنجم كيما من الأول كيما مع بعضهم اي مش كيف كيف ومع ظروف الظروف التقنية مع كذا نعطيهم الصحة لولاد ورغم اللي كان ضغط كبير حتى الوقت كان ضيق احنا كنا نبداو الكبش يدور قبل برشا وقت هيلا بديتو في وقت ضيق جدا وعطيهم الف صحة لولاد وهيلا وين نتفرج فيهم يرجع بيا الحنين ونقول والله صح عليهم ما حلاهم يا شنو ما حلاه تونس وكل خزار وكل ناس وكل فريمون بحق يعطيهم الف صحة ونحب نقول هيلا راني توحشتك توحشتك وراهو البعد والغربة توريك الاصحاب توريك الزملاء الصحاح توريك لأصحاب المصلحة توريك العباد اللي كانوا يخدموا بيك توريك العباد صحيحة 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 العباد يوليو في منافسة مانيش بيا أنا وهلا ديما كنت نقول لهم حتى كي كنا في كم وقت خدمة احنا مانيش نتنافسوا أنا وهلا شكون باش يعمل حلقة يا لي جميل لا في عمره ما صار منافسة بيناتنا جملة واللي هلا اسمعني مريم واللي هلا تعطيك لامبرسيون راهي اللي هي صعيبة واللي هي كاسحة وقلبها كاسح ما يعرفوش اللي هلا راهي من داخل هشة صعيبة قلت لك هي صعيبة اي من الداخل عندك الاحاسيس اي نعرف ربي ان شاء الله يلم شملكم مرة اخرى يا مريوم اي قل صعيبة الصعبة اللي في مصلحة المجموعة ان العوام الاولى ما كنتش نخدم كما العام الخامس العوام الاولى كانت تنزل عليها تقولي ليه شنو هو هذا شكون عطينا كذا ما تغشش ما كنتش نعرفها هذيا واش ما كنتش نحبك واش ما نعرفش نقول لها شنو تشايف عليا ديك بعضنا في الاخر في مصلحتي اذا كل كانوا دي غلط تعطيهم طريقه حاده شويه اما الحده هذيك هذيك تخدم الشخصيه بيان سور وتكون كنت كسوق في خطر اذا كان زميلك سيت عليك عام ولا سنين وكيف هذيك كلها خبره حاجه اخرى امينه حاجه اخرى راهي القفه بدلت برشا مريم مريم راهي قبل ما تخرجلكش الشفره مش محطوطه في بلاصتها ما تخرجلكش الظوافر مش مريقلين ما تخرجلكش شعرها مش مجبود امبوسيبل معناه كل شيء هذا الكل ما تلعبش معهم مريم بعديك مريم رجعت تخرج مع اللي بالهش بالطقس تولي امبليكي ليش وافر ليش عار كما هي معناها خاطر القفة سي سبونتاني القفة سي هما الاخرين لازمك تكون كيفهم تكونش حد اخر فهمت والحقيقة مريم انا قلتها معناها قبل في السابق وانت تعديت معي انت كسبت بارشة محبة ناس وبارشة عارفوا عارفوا مريم بن عمو الانسانة اكتشفوها من الداخل راهو خاطر البرامج من النوعية هذية راهي كل مراية
يعني متخليك ياسر على طبيعتك وتخليك ياسر مريم تكون عفوي. مريم دمعتها جرية في ساعة تبكي في ساعة تغرد وانا ما سيقول لي يا مريم يزي هديك سلع عليك هاو كتعملوا لي كيليبر هي البكية وتنجم انت تضبط روحك هيلا البويد انا جيب بتفضليك وضحك ان شاء الله ربي لم شاملكم مريومة عايشك نتقاو في خير ان شاء الله قريبا محلها سوربريز بالحق والله صدقني محلها سوربريز وين برشا يا لالا وتلاقاو الاسبوع القادم يا عايشك ربي يفضلك يا عايش اختي الغاليه عايشك نتمنى لك كل خير مريم بن عمو شكرا لك يعطيك الف صحه ان شاء الله بالتوفيق في حياتك الجديده وان شاء الله يا ربي تلقى فيها اللي تحب عليه نسلموا عليها برشا مره اخرى مريم مريم الحقيقه انسانه طيبه برشا 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 محليها. وبارمي لي زانفيتي راهو اللي كي نجيبها تبدا بحذايا ولا ناخذها بالتليفون صدقني هيلا لي كومونتير كل بديو بوزيتيف وتحتيك برشا شحنه عاطفيه مريم كي تحكي مريم تعدي لك برشا شحنه عاطفيه بالحق والله ما خممتش تعوضها ما خممتش تجيب معك شكون حد ما يعوض حد يعني تجيب حد ما يشد بلاصه حد يشد خممت 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 كان معنا معنا كان وقتها فما القفه كنت نجيب اميره بن جنيت معايا خاطر اميره يمشي معاها السوسيال على الاخر اميره اليوم تخدم في الميديكال اميره يخرج عليها برشا السوسيال كي كنت فما القفة ما كنتش نجم نخدم قفة معناها على بعضها خدمة ظهر لي بدون استاذن خدمة دون استاذن شوية ويمشي معها السوسيال ما شاء الله عليها معناها لا سول في حنا بعل اللي اليوم اللي تنجم تخدم السوسيال بالباهي هي أميرة بن جنيت الحق معناها